اهلا وسهلا بحضراتكم معانا مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي شوربه الكرشه او شوربه الشكمبه باللغه الليبيه باللهجه الليبيه. شايفين لونها بقى جميل جدا جدا. شويه صوص الطماطم اللي احنا حطيناها مع الحبهان والمستكة والحركات، كل ده خلى تستها عالي جدا جدا جدا. احنا في مصر عندنا الحاجات دي بتعتبر اكلات، بس احنا زي ما قلنا لكم عايزين ننقل وصفات من كل بلاد العالم، وعلى قد ما قدرنا في الموضوع ده اجتهدنا كتير جدا. وبصراحه قناه ست البيت قناه متنوعه جدا جدا، ما بخلتش علينا باي حاجه، وكل الناس ساعدتنا كتير ان احنا نقدم حلقات بالمستوى ده خلال شهر رمضان وخلال ايام العيد وبعد العيد ان شاء الله في افضل من كده بكتير. معانا دلوقتي احنا بدانا نحضر راس الشوربه بتاعه شوربه الاسبرجوس. الاسبرجوس ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن نوع من انواع الخضروات اللي فيه مفيد جدا 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 للذاكره والامهات الستات الحوامل واللي بترضع، عشان فيه نسبه ميه كبيره ونسبه بروتين وكالسيوم ومغنيسيوم، وفي كتير جدا من الفيتامينز اللي مغذيه قوي للاطفال الصغيرين، سواء كان في اثناء الرضاعه او في عمليه النمو. وكمان غني بالفوليك اسيد. الفوليك اسيد ده برضه الدكاتره بتنصح بيه الستات الحوامل ان هم يركزوا عليه قوي اثناء الشهور الاولى من الحمل، عشان عمليه تكوين العظم بتاع البيبي والجمجمه واعضاء الجسم. وعلى فكره الصينيين بيقدموه بدل الورد في مناسبات زي شم النسيم واعياد الربيع وفي الفالنتاين كمان، بيعتبروا ان الاسبرجوس ده نبات مهم جدا جدا، فهم ما بيلاقوش افضل منه في تقديمه كهدايا وتعبير عن الحب وتعبير عن اول مره زي ما المخرج بتاعنا كده بيقول ياكلوه، يعني هم بيقدموا الهدايا وبعدين بياكلوه. احنا عارفين طبعا الصينيين مكتسحين العالم دلوقتي. فبصراحه نبات الاسبرجوس ده من النباتات المهمه جدا واللي هي جديده شويه على المطابخ في مصر، بس هو دلوقتي بقى متوفر في كل مكان ومبقاش بعيد على ايدينا. يعني عندي كمان جزرايه، هنقطعها برنواز صغير، كده وعلى فكره عيدان الاسبرجوس دي هي بتشبه كده شويه عيدان الفاصوليا الخضراء، بس تبقى راسها كده مشرشبه. انا الاسبرجوس انا قطعته وجهزته عشان يبقى جاهز للشوربه. كده وهنبتدي. على فكرة الشوربة دي شوربة اسبرجوس كلير مع جزر، يعني لازم يكون فيه كمية الجزر كمية كبيرة، حاجة كده كتير عشان التست الفيتامين. طبعا الجزر فيه نسبة فيتامين سي كبيرة جدا، مع كم الفيتامينز اللي جوه الاسبرجوس، حاجة كده عالية القيمة الغذائية جدا جدا. هننزل بقى بالجزر متقطع كده مكعبات صغيره، ونديله لفه معايا طبعا عود الكرفس الحشري، زي ما قلنا الكرفس ده حشري معايا في كل انواع الشرب. ناخد الاوراق كده نفرم. الكرفس ده الحاجة الوحيدة اللي مينفعش افرمها واشيلها في التلاجة، ولو ما كانتش فريش مش هتضيف للأكلة،
انه فوائد الكرفس طبعا نسبه الياف ونسبه ميه وفيتامينز وكلوروفيل حاجات كتير قوي، غير انه هو تيستي جدا 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 في الشرب. يعني الكرفس ده رقم واحد، بصل، جزر، كرفس، كرات. لو ما عندكيش كرات مش مشكله، ممكن البصلية تقوم بالدور ده، بس لو انت جاهز عندك البونساي كله، البونساج كله او الميربوا كله، راس الشوربه اللي احنا اتكلمنا عليها طول شهر رمضان، عايزين كل الناس تعرف ايه الفرق بين البوكيه جرنيه والبونساج والميربوا اللي هي راس الشوربه دي، لازم تبقى اساس. حتى لو بتعملي شوربه لسان عصفور اعملي لها راس، هتفرق معاكي قوي في ان انت تحطي بيون على طول وتشوحي لسان العصفور. انا دلوقتي هنزل بالاسبرجوس، الاسبرجوس ما بيتشوحش كتير، وبعدين هضيف الميه عايزه دلوقتي ابص على شوربه الشكمبه كده، تقريبا القمح استوى، باين معايا ان هو بقى يعني بقى مستوي، حجمه زاد شويه، ملت الحبايه بقت مليانه شويه، الشوربه كمان قصرت، بقت ريحتها تجنن طبعا، وكمان ريحه المستكه مع اللحوم بتاعه الاغنام والضاني والحاجات دي حاجه في منتهى الروعه. الروزماري ما ننساش دوره معانا النهارده. انا عايزه دلوقتي الم المكان، يا رب تكون الحلقات بتاعتنا خفيفه عليكم، وان شاء الله باذن الله هتجربوا كل وصفاتنا، وعايزاك تقولي لي رايك بمنتهى الصراحه على صفحه ست البيت او على البيج الخاص بتاعي. اي استفسارات في موضوع الشرب، في موضوع الصوصات، وفي موضوع المين كورس، اي استفسار او اي سؤال انا هرد عليكي. وفي شيفات كتير قوي زمايلنا، حتى زمايلنا ستات البيوت كلهم بصراحه ممتازين جدا، معلوماتهم قويه قوي في موضوع، خصوصا في موضوع الطبخ ده. عايزه بقى اضيف ملح وفلفل، ملح خفيف عشان الشوربه دي المفروض ان هي شوربه لايت، شوربه للناس النباتيين، يعني مع الكرش قلنا نقدم حاجه كده خفيفه عشان مش هيبقى كله ضرب ضرب. ادي كده الشوربه دي تقريبا هي ما بتاخدش وقت، لانه يعني الجزر متقطع تقطيع صغيره، والاسبرجوس كمان اليافه ضعيفه، مش من الخضروات اللي بتاخد تسويه كتير على النار، يعني بالكتير قوي 7 دقائق او 10 دقائق وتبقى جاهزه. انا عندي دلوقتي الثوم عايزه اضيفه في الاخر خالص خالص على شوربه الجاكامبا كده، زي ما احنا شايفين تقطيعات كبيره. لو انت عندك ثوم مفروم ماشي، بس كل الحكايه ان انت بتضيفي الثوم في الاخر خالص بعد غليان، بعد تقريبا تمام التسويه بتاع الشوربه دي، علشان انا مش عايزه سوتيه تاني خلاص، يعني انا عايزه تيست الثوم بقى، عايزه الفليفر بتاعه ينزل، والزيست بتاع زيت الثوم هيغلي دلوقتي في الشوربه وهيعلي كمان طعمها قوي. ريحه المستكه تجنن بصراحه. كده انا برفع الحبهان والقمح، الشوربه دي طبق كامل متكامل مليان قمح وخضار وطماطم، وطبعا نسبه البروتين اللي فيه عاليه، التوابل، الفوائد الجامده جدا اللي في الروزماري، بصراحه اطباقنا النهارده كلها غنيه وان شاء الله هتعجبكم. احنا هنحضر دلوقتي للتقديمه، ادي الطبق وادي الطبق. انا شوربه الشكمبه عندي خلاص جاهزه، هبتدي اقدمها علشان اعمل لها البرزنتيشن كده تقريبا خلاص. اهم حاجه تتاكدي ان انت اي نوع بروتين بتستخدميه، سواء كان لحمه، بيف، فراخ، والكرشه دي لازم تكون مستويه كويس جدا. كده صراحه اطباق غنيه جدا جدا، وانا كمان بحب النكهات العربيه، يعني بيبقى تغيير كده عن مطبخنا المصري.
بعد الشوربه دي بقى الليبيين بيشربوا شاي اخضر لازم، ومعموما الشاي الاخضر ده عندهم كده اسلوب حياه يعني. بقدونس اخضر فريش، وهتاخد كده رشه خفيفه عايزه اشوف الشوربه دي استوت ولا لا. كده الشوربه دي تمام، وعلى فكره ريحه الاسبرجوس بعد الغليان بتبان قوي بقى، ريحه كده مميزه حلوه، هتحس ان انت كده بتشمي حاجه فيها زي ليمون بس هي مش ليمون، حاجه فيها مزازه كده، مزازه ولذاذه. وادي شوربه الاسبرجوس بالجزر، شوربه كلير خفيفه جدا، وبصراحة من أغنى شرب برضو اللي أنا بحبها. شايفين قدمنا النهاردة شوربة الاسبرجوس بالجزر الكلير الخفيفة، وقدمنا كمان معاها شوربة الشكمبة بالقمح اللي هي الكرش الضاني على الطريقة الليبية. إن شاء الله تكون وصفاتنا عجبتكم، ما تنسوش تزورونا على موقع ست البيت، وكل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد.